مناطق معزولة، منازل تنجم تتيح على متساكنيها في أي لحظة. ترى على وجوههم الحيرة، الحزن والتعب والخوف، الخوف من مستقبل مش واضح. اختار البعض منهم إنه يغادر المسكن متاعه على أمل إنه ينجم يوفر لعائلته لقمة العيش. قست عليهم الظروف وما فما حتى حد يسمعهم. كانت العيشة بالنسبة ليهم صعيبة، قتلهم الجوع والاحتياج. صغيرات ما زالوا في عمر الزهور محرومين من أبسط مرافق الحياة. شو اسم البلاصة اللي موجودين فيها ترى؟ فجر الريح تبع عندرا. لطف معناتها قداش عندك صغيرات مدام؟ عندي 3 صغيرات. في الظروف الظروف خايبة ياسر. خايبة ياسر، خايبة ياسر ياسر، قاسي قاسي، وليد عمي قاسي، خاصة في الشتاء شكل ما يدخل لي للدار، يدخل قاسي قاسي على الاخر. توا هذه معناتها 4 متر على 4 متر وبيتها بركة، معناتها كيفاش يرقدوا؟ يرقدوا فيها في الوطا، نعمل لهم 3 جرار، وليد من هنا والبنية من هنا الصغيرة والبنية الأخرى من هنا، فرش لهم في الوطا 3 جرار في الوطا. في سيدي رمضان كيفاش عايش بصح منين تصرف؟ هكاك حشيك والله، ناخذ في الكركاس نتاع الدجاج، ناخذ في الكركاس نتاع الدجاج وندني بيه في شفتي تشرب وفتي كركاس الدجاج هاك حشك الكركاس نتاع الدجاج ينحوا منه الهبره ويخلوك الكركاس هذيك العظم نتاع الدجاج هذيك هاي عايشه بهذيك عايشه بهذاك لا كريمه نعرفوها لا حشك حاجه حلوه كيف كيف ما أنا. صعيبه الدنيا صعيبه صعيبه قاسيه قاسيه علينا بالاخر قاسي وليد عم قاسي على الاخر قاسي الدنيا ايوه علاش الصغيرات مخليتهم جوعه يا مدام عليه هلا غالب ظروف ظروف بوهم هي مش يخدم مره يخدم مره ما تعمل نهار يخدم وعشرة ما تعملش بنوته هكا يا مدام صغيره ياسر مسكينه كيفاش تطيق الجوع هذه والله نطبخ لها فتيته كسكسي بالماء نعطيها نتاشا كسره بايته ما تعطبونا نتاشا خبز بايته نعمل جيرانكم ما يتلفتوش ما فماش شكون يعاون ما عندهمش رحمه ها ما يرحموش خلاص خويا ما عندهمش رحمه خلاص لا الرحمة تقطعت تقطعت ولد عم لمني حن عليك خلاص سمحني البرة قالوا لي راجلك يهرب عليك ساعة ساعة كم ينقاش منين يصرف بالحق الحكاية لا هي ساعة الظروف تقص عليه يمشي تنوش يجيب وجي لصغارة يمشي تنوش وجي لصغارة وين يمشي؟ يمشي لتونس يلقت وجي هاك مشيت تكذبي انت المركز قلت ما لقيتوش مشي مو مشي معناتها تغشش في حالة غش مشي ومن بعد رجع فما شكون يخليك كبت وجيعانة مو عاجل ظروف 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 تحكم ولد عم سامحني توا معناتها في سير الايام شنو تجيب لهم شنو توكل فيهم معناتها انا وريت سيفك وجينا اليوم شنو باش تحضر فطور والله انت نطيب فطيت تشرب ولد عم واش نعمل ونبلك سيره نطيبها في الطابون نحمي الطابون ونطيبها في الطابون مدام فما رقاره معناتها مصيب الماء الصرف الصحي مصيب في وسط دارك معناتها كيفاش نجم تسكن هكا ما نحلينا هذاك باش يخرج لنا الماء باش ما يدخلناش الماء وهي هي ويدخل الماء للدار يدخل الماء للدار دم ماء معناتها الكتونات راهو يمرض هذيك الماء المطر يدخل اي الماء المطر الصيف رانا احنا يعمل الناموس يعمل الناموس تو في الشتاء نخرجوا به الماء وفي الصيف حشك يعمل لي الناموس شي بك شي حزن والله العظيم شي كي يجيك صغير ويقول لك اعطيني يا ماما واش ناكل ما نلقى من مدل أنا قمن مدل بدموع معناتها تبدا تبكي على صغيرات كوكا نولي على الدموع نولي على الدموع نولي على الدموع يقولوا لي ماما واش بكيتي تبكي نقول لهم لا لا حد شايري توجع فيها زرستي ولا عينيا ولا أي حاجة نعمل لهم عذر باش ما يحسوش باش ما نخليهمش يحسوا
نجيبوا لك مدام، انا احنا بحديك اليوم، شو تحب انت؟ تحب تعاونوني على دوار، عدوار دوار نخرج من هنا. في الشتاء يهزني الماء، في الصيف ما كل الناموس حاش يقول والعقارب وكل خنافيس وكل دوار، طالبه دوار ويعان، طالبه دوار. عندك بلاصه وين تبني؟ اي اي عندي، عندي نحب يعان، نحب نبني. وين باش تبني؟ في حمام بورقيبه قلت لي؟ اي اي عندنا الارض في حمام بورقيبه. كل بلاصه نمشيو لها القلب يوجع ويزيد يوجع، احنا من الخرجه الاخرى كريت الكلنا يدولي مرقد حتى حد دار مش توجع القلب برك، معناها انت ريت الحشيك البلاستي زي قويت البرة شنو يتنفسوا صغار، ريت الحيوت، ريت البيت، ريت فريجيدير مكالية وما فارغة، بيت يرقدوا فيها ثلاثة صغار، ليماج تتكلم في عصر آخر في بلاد أخرى، ما نعرفش شنو باش نقول، جو نو تخوف با دو كومنتير. انا جو لونس ان ابيل لاهل الخير مره الاخرى، يعطيهم الصحه لحد اللي فات جاي في لي فيديو عن طريقكم توما ام تونيزيا، وربي فضلكم توما اللي جبتونا معاكم باش احنا حلينا عينينا وباش نحسوا بعض الناس الكل، راهو الناس كيزم نتعاونوا عليهم الناس الكل، معناها جو في ان ابيل الكلنا نتعاونوا باللي نقدروا، ام تونيزيا عن طريقكم توما ندوروا معاكم واللي نجم ياخذ شارج اون فامي، سيت فام الا بيزوان دات خيدي سيت فامي، فما غران ابيل اس او اس او سكور كبير يعيط يا بابا يعني. السلام عليكم. سبي اختي سبيك. شبيني انا ظروفي يعلم بها ربي، رجلي مربوط في الحبس. علاش شبي؟ تعرك اخو عجل الدار، تحكم ب 19 سنه، معناها اجلوا من سنين فهبتوا للعشر سنين. على دار معناتها 13 عام حاول يقتل خوه هو. ضربوا بتورنيفيس على جنبه. هكا هو حكموا عليه 19 سنه حبس. بعد السنف 10 سنين. اي وانت معاش كنت عايش؟ كل مره في دار عمتي، مره في دار عمي، كل مره في بلاصه، ما عنديش معناها. سيدي رمضان معناتها هكاك من دار لدار؟ والله تو معناها معديتها في دار عمي اللي هنا، كل مره في بلاصه. اي والبنوته شكون يصرف عليه؟ والله من الحبيب، والله من الحبيب، حتى الخدمه مانيش نخدم. تو البارح كي طلعت لها السخانه ما حبتش تنتيح لها، ما هزتها للطبيب اليوم. معنا ظروفي يعلم بها كان ربي. ايوا سير الايام اش تعمل معناتها؟ كيفاش تصرف حياتك؟ والله ما وين قلت لك معناها من الحبيب هم اللي. وكمك وين؟ ميتين ماهمش عايشين. بنتي عايشتها كان من الحبيب هم مرة يعطوني يبعثوا لك كردون حليب، مرة دبش يرحم والدي. ما خلالكش دار هو؟ ما خلالك شيء؟ كان اللي يتعاركوا عليهم تاع ضربوهم، ما نجمش نسكن فيها ما دام اخواته صعاب وكل شيء، ما نجمش نسكن. وين ثاني بلاصة؟ ديجا في نادم ماهوش هنا. وين؟ في نادم. هم يتعاركوا في نابل وانت مطيشة في عند راه؟ هو نابلي. وتعاركوا الغادي ولت انا خليها حبل بها 6 شهور، وانا جيت تهربت بالروح خاطر تعمل لي اخته ولا لا نفرحك بها في كرشك. هربت حبي يقتلوا لك بنتك؟ وهربت جيت
ما حشتي بحد شيء، حشتي كان بنتي ونحب نوكل بنتي ونشربها بالحليل نخدم على بنتي يكاها. سلام. انت وش كنت تسكن يعني؟ نسكن وحدي. وحدي نسكن. ما تخافش من حتى حد، ما تخافش من الجبل، ما تخاف من حد، كاين درام. نخاف من راسك العالي، انا وحدي نخاف منه. اما لبيس، ما يكلمني حد. الحق نتاع رب. باهي، كيفاش عامله في سيدي رمضان؟ كما العادة، شوية شرب، ساعات جارتي تجي تعيط لي نخرج نتفرهد شوي ونبدا في الدار ما عندي وين نمشي. هي الماكلة منين تصرف منين تزيد؟ نصر نشري من الحانوت، بس نشري من الحانوت. الفلوس؟ الفلوس عندي مادة 150، يعني ديك كارية منها وناكل منها ونداوي منها وكل شيء منها. الدار هذه كريتها أنت؟ كريتها. قدي؟ ب30000. يسامحني هاي سخونة برشا معناتها. هو كنت نشوف في الصيف، في الشتاء تبل وفي الصيف تسخن. باش نعملوا كهو؟ هذاك اللي عطاني ربي باش نعمل. في الزنك هكا معناتها طلع شوية حمدي خلي يشوفوا السقف. تقطرش هذه عليك في الشتاء؟ لا تقطر وقديت وهي بدا من غادي من داخل كلها تجري بالماء. وهذه من قلت الضوء غطيتها هنايا على الماء. كنت نقطر ما توصلش الماء. باش ما تعملش ماس. مادام سامحني انت قلت في طيب فطور هذه شنو تراه؟ هذه زين يا حمدي. شنو؟ شنو هي هذه؟ هذه بطاطا. هذيك بطاطا. والاخرى شنو؟ وهذا شو؟ ثوم هذا وريني ترى البطاطا هذوما كل هذاك عبيد بطاطا باش طيب بهم الفطور طيب بهم الفطور هيش باش تصنف منهم هذوما ها نعمل منهم كعب بريكي سي في البارك لا اله الا الله منين هذوما منين جايبتهم انت نحيتها من الصينيه وانا زارعه شويه نحيت منهم من البيت هذايا ومازالوا الاخرين اللي يعطي ربي اللي يعطي ربي الحمد لله الحمد لله باش نعمل صعبه الدنيا هي صعبة بركة ايه قبل كنا 10000 نقضي منها قفة ونشري من اللحم وياوز تو 20000 30000 ما عاد تشري شيء انا ما عاد تشري شيء ما يعاونوكش الجيران ما يستدعوكش في رمضان تشق الفترة بحذاهم لا عندي خويا واختي ساعات نمشي بحذاها بالليل هكا ما نمشي لحد اخر مدى بيا دوم دوم روحي هاك شفت يجي واحد تخرج العباد الكل نبدا ديما بعيدة وحدي خير وما نحبش هاك المشاكل وقال فلان قال فلان عمل نحب ديما وحدي تحمد ربي حمد الحمد لله والله حمد ربي الحمد لله حاجه واحده عندي لحميت في قريج ما كاش اسم هذيك اللي سما ديك اللي مقلقت جمعتين ومرض بها ولا شاء الله الحمد لله عندك كارني تداوي بيه عندي كارني نتاع راجلي يمكن نداوي بيه داوي بيه في السبيطار ولا عند واحد بالفلوس يا راجلك وين الله يرحمه توفى تو عنده تقريبا 6 سنين متوفى ما عندكش صغيره لا لا ما انا باش ربي كاو الحمد لله الحمد لله نحمد الله ونشكره والله الحمد لله لاباس الحمد لله العباد في سيدي رمضان تشيخ تشري ماكله تشري حوايج وانت ايش عامل؟ والله ما نشري شيء والله لا نشري حتى شيء حم تشري الحمد لله لا الحم هنا نشري الدجاج كما العاد اما هالحم باش نشري ولا علوش ولا حاجه باش نعايد ولا شيء والله ما يخش الدار والحمد لله ده نحن نصنع الدجاج ويا ربيش الحمد لله ايش نعم ملك نشوف اختي بالله العظيم الباكي الحجر اختي والله هم الله غالب ما عندها اولاد مش ما عنديش انا غالب هي مريضه والراجل مريض الراجل بالقلب هون مطيش فوق الفرش وهي يعني بالك هزيتها المراه لهنا مزديتها مسكين وهكا شو نعمل الحمد لله
احنا وين موجودين تو؟ عند راه المنطقة سكنا فيها في الجريح. في الجريح؟ ايه. تسكن في الجبل هنا؟ ايه. بي النقطة الأولى ساعة شنو حكيت لحن وشيت اللي تحكي لي عليه؟ خلي اللي حناش في الدار تاع باطل المسقف شوي بالك على هبطت على بنتي على راسها. علاش كبيرة؟ قداش طول؟ طويل ما كايلناهوش. سامحني هذا السقف هذا تقصد فيه؟ وريك راه وريني حمد. السقف هذا. انت كيفاش عامله الدار كل مشقوقه الدار كل معناتها؟ الدار كل ما فاش تاتا بيت وين باش نمشي ما عنديش فلوس باش ننكري ما عنديش فلوس ظروف على الاخر رجلي ديما بطا ظروف على من هذيك تولي داري والله البنت تولي داري ما طالبه شيء تعبت كتبت ولادي تبلت ليا باش هذي الكل مبلول جبت عندي نهاري باش بتفي باش ناقص لا باش نتعاود نرجع تعبت تعبت حياتي تعبت عملت برشا ناقص نوطا ناقص جريري ما عندي شيء. قداش عندك تسكن في الظروف هذي؟ عندي 10 سنين. ملي عرضت جيت لهنا؟ لا كليت ما وصلتش على الكليجيا سكنت لهنا. قداش عندك صغيرات؟ عندي ولاد الزبنات. كيفاش عامله في سيد رمضان؟ رجلي وقاعد ظروف على الاخر ظروف. شنو تطيب لهم؟ شنو تعمل الصغيرات؟ سيد رمضان معناتها الناس تجيب الغله تجيب الحوميت وانت ايش عامل؟ ما عنديش فلوس ما نشري حتى شيء ساعات تشرب طيبه بلاش لحم ساعات عندي دجاجيت نذبح منها مصدق طيب ما عنديش انا كيف ما طيبش في على الاخر ولادي ما وصلتش بالشقار يا بكتب بلتو ما زلت ما خلصتهاش كردي الكتب فما صغار بطلتهم القرايه ولدي ما وصلتش بالشقار يخرج خايف على بنيتني تويك قداش عمر البنيات 16 سنه و10 سنين طالبه منكم الولاد اللي يعاونوني قدوا لي داري مادام هذه بالزنك معناتها كيفاش هذه لازم تتبني من جديد؟ لا عندي دار اخرى عندي دار قعدت لي عداله وين؟ مبنيه تو بعد نوريه لك بحذانا من هنا سي محفوظ معناها وضعيه داركم تعبه برشا علاش ما تخدمش انت باش تعاونها؟ خدمه هي ماهيش موجوده مش مشكله ما نخدمش علاش ما تنجمش تخدم فلاحه تخدم حاجه في البني؟ البني كي بطبعي انا نخدم بني انا ما كي تلقى ما ثم خدمه هكا واحد يخدم ما ثمش هكا قاعد كيفاش عاملين في مصروف رمضان انت ما تخدمش معناها مرتك ما تخدمش ممكن رمضان كامل تنجم تخدم جامعه تنجم تخدم حتى 5 ايام ذاك الاخر رمضان حتى من الخدمه تقل ما عادش مش كيف النهارات الاخرى ولا منين تجيب في الفلوس؟ هذاك الموجود حتى واحد ما يعطيك